ولكن عايز اروح مع حضرتك لملف الاحتراف. احنا عندنا حد زي علي زين مثلا بعد فتره كان مقضيها في دوله الامارات مؤخرا انضم لبرشلونه. فيعني علي زين طبعا من الناس ابناء النادي الاهلي. كان محترف في قطر والسعوديه وبعد كده طلع على برشلونه. ان شاء الله لو ربنا كرمنا هنقابل علي زين. خطوه حلوه يعني طبعا. وبعدين يعني اكيد برضو هتشكل حافز للعيبه تانيه كتير. اكيد. بص احنا دلوقتي ما بنبقاش بنقول في افريقيا بس، كان العالم كلنا بيتفرج علينا، حتى الدوري بتاعنا الناس بتشوفه. ماتش السوبر هنقول هتبقى وجهه مشرفه للقاره الافريقيه كلها، ودلوقتي العالم كله بقى يتفرج عليك بعد المستويات اللي اتعملت في كاس العالم والبطوله الاولمبيه. طب وازاي ممكن نتكلم برضو عن الفريق اكتر، يعني بشكل اكتر تفصيلا؟ زي ما احنا قلنا في البدايه هو بيجمع كوادر مختلفه واعمار مختلفه، اللي عنده خبره واللي لسه عنده الرغبه في اثبات ذاته. يعني خلينا برضو نتعرف على الفريق اكتر مع حضرتك كابتن ياسر. بس احنا عندنا فرقه كويسه، عملت دوري وعملت كاس مصر، حاجه كويسه، حاجه تشرفنا. نتائج فعلا. وكنا بعاد الفتره اللي فاتت سنه منهم عشان الكوفيد والتوقف، يعني ما كانش بايدينا قوي بالظبط. بطوله افريقيا بتاع كاس كؤوس ده كان من احسن حاجه، قرار ان هو اتاخد، ان هو جهات طبعا ان احنا نشارك فيه. ده اعداد قوي لبعض الناشئين ان هم طلعوا مع كابتن كرم محروس، ويمكن حتى في عنده مهاب ده من مواليد 2002 هيشارك ان شاء الله وشارك في بطوله افريقيا. فانا شايف ان احنا ماشيين، عندنا لعيبه على اعلى مستوى شاركوا في كاس العالم ناشئين، شاركوا في بطولات اولمبيه، عندنا باك ليفت كويس، عندنا حراس مرمى على اعلى مستوى، عندنا طه مثلا لسه طالع ده حارس مواليد 98، انا شايف هيبقى مستقبل برضه للنادي. طبعا عندنا الصخره الكبيره عصام، تمام، ده من جوان مصر نمره واحد، وشرفنا في الاولمبيات وشرفنا في كاس العالم. انا شايف ان هيبقى النادي الاهلي بعد الاعداد اللي اتعمل ده وخبره كابتن طارق محروس الفتره اللي فاتت وهم اكتسبوا منه خبرات كتيره، انا شايف لا هيبقى ماتش هيشرف مصر كلها.